شنو اللي معطل حقيقة الإصلاح اليوم في البرد؟ أنا تمنيت سيد الرئيس يمشي نصف الليل كي مشي وزارة الداخلية وباش يحل مجلس الأعلى القضاء، يمشي نصف الليل بورت رادس ويحل هالمنظومة الفاسدة. علاش الدولة ما نجحتش حقيقة في تنفيذ الإصلاحات هذية؟ الوزير الأول اللي يمشي لبورت رادس يحرقوا له لونغار جوست بعد ما يروح. ميناي رادس تقريبا اللي صرفنا عليه في 2019 التوس هذايا اللي ب 80 مليار اليوم غير معمول به. علاش الكيويت انا في الرصيف 8 و 9 ما تعملوش لليوم؟ اكبر غلطه واكبر كارثه ان نعطيوها للستام. انا تمنيت انه بورت رادس يكون من الاولويات الاولى نتاع 25 جويلية. تعمل ثلاثه بواخر على صفاقس وباخره واحده على ميناي رادس، هربت من رادس. راهو البورت باش يجي نهار باش يسكر ويهزوا المفتاح يروحوا به.